توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. قسما بمن خلق الشداد طباقا، وكسر وبي خضرة ورواقا، ما يأخذ الإنسان من أرزاقه إلا الذي كتب الإله وساقا. لا تخشى من رزق يفوتك فجأة، فالرزق يقبل كالجواد سباقا. أترى ضعيف الخلق يمنع رزقه؟ كلا وربي يعبران رفاقا. قسما بمن خلق الشداد طباقا، وكسر وبي خضرة ورواقا، ما يأخذ الإنسان من أرزاقه إلا الذي كتب الإله وساقا. لا تخشى من رزق يفوتك فجأة، فالرزق يقبل كالجواد سباقا. أترى ضعيف الخلق يمنع رزقه؟ كلا وربي يعبران رفاقا. قسما بمن خلق الشداد طباقا، وكسر وبي خضرة ورواقا، ما يأخذ الإنسان من أرزاقه إلا الذي كتب الإله وساقا. لا تخشى من رزق يفوتك فجأة، فالرزق يقبل كالجواد سباقا. أترى ضعيف الخلق يمنع رزقه؟ كلا وربي يعبران رفاقا. قسما بمن خلق الشداد طباقا، وكسر وبي خضرة ورواقا، ما يأخذ الإنسان من أرزاقه إلا الذي كتب الإله وساقا. لا تخشى من رزق يفوتك فجأة، فالرزق يقبل كالجواد سباقا. أترى ضعيف الخلق يمنع